الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، مرة أخرى نحييكم، وهذه انطلاقة شوطنا العاشر لمجموع أشواط هذا الصباح الخاصة بالثنايا لأشواطنا العامة، وهذا الشوط خامس أشواط سن القعدان الثنايا. ونحييكم مرة أخرى في 17 من شهر أكتوبر، والجائزة النقدية من المركز الأول حتى المركز العاشر، ونتمنى التوفيق والسداد والنجاح لكل المشاركين. أيها الحفل الكريم، ناخذ المركز الأول وبداية الشوط، وهذه الشعارات التي انطلقت واندفعت واندلعت على أرضية الميدان، وهذا هو من ينطلق في بداية الأسماء. الطاير على المركز الأول، الطاير تعود ملكية للسيد عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية في المركز الأول، بينما ناخذ المركز الثاني الحاسم لراشد بن علي بن خالد بن جبر النعيمي، بينما المركز الثالث، المركز الثالث يا سلام، المركز الثالث، شوفوا المركز الثالث، وهذا اللي وصل المكلف للسيد علي بن مطر بن ضابط الدوسري، بينما ناخذ المركز الرابع، المركز الرابع اللي وصل جساس، وصل على المركز الرابع، تعود ملكيته للسيد صالح بن حمد بن راشد البريسي المري، بينما ناخذ اللي يليه بالمركز الخامس، اللي يليه بالمركز الخامس، وهذا اللي وصلنا السيد صالح بن حنظل المري على المركز الخامس. هكذا أنهينا عليكم هذا النداء، النداء مشاهدين الأعزاء ومشاهدي قناة الريان الفضائية عبر الأقمار الاصطناعية من شتى دول مجلس التعاون الخليجي على قناة الريان في أرضية ميدان الشحانية، الذي يشهد هذا الكم من هذه الشعارات مرحبين بكل القادمين هنا على أرضية مضمار الشحانية. نعود إلى مقدمة الشوط، وهذا الشعار العنابي اللي يحمل لنا اسم دولة قطر في مقدمة الشوط، ومكلف في المركز الأول، مكلف بالفوز، مكلف بالناموس، ومكلف بجلب النواميس لهذا الشعار. وهذا شعار صال وجال في بحور النواميس، شعار مزاحة وشعار الكنترول وشعار الأسماء، الأسماء الكبيرة. هل الخريب ينتظرون الناموس يا أبو مطر؟ ينتظرون ناموس صباحي في سن الثنايا شحاني أصيل. وهذا مكلف الذي كلف بمهمة صعبة، يا سلام، علي بن مطر بن ضابط الدوسري من يسيطر الموقف، أحد الشباب المميزين في عالم الأصالة، في هذا العالم الساحر ينطلق، نتمنى له التوفيق ولكل المشاركين. يا سلام، المركز الثاني، المركز الثاني، وصلنا سيد على المركز الثاني لسيد صالح بن حنظل المري، أيضا شعار النجوم، شعار المعروف لدى الجماهير، شعار سيد لصالح بن حنظل المري، المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصل، وهذا وصل ملفت لحمد بن علي بن محمد الغفراني المري. والمركز الرابع وصل شعار علي بن حمد بن عبد الله العطية اللي تقدم بدور، وهذا الطاير، والكل طاير، والكل حاير مع الطاير، أطير يا الطاير واقلع يا الطاير إلى الناموس، إلى مطار الشحانية الدولي هناك في خط النهاية. المركز الخامس، المركز الخامس يا مشاهدي العزيز، ناخذ المركز الخامس، نتأخر شوية جمعة وناخذ المركز الخامس، وناخذ اللي هو شعار حمد بن راشد بن محسن المري. مشاهدينا الاعزاء، اللي وصل زوروبا على المركز الخامس، شو هالاسماء الخطيره يا ابو راشد، حمد بن راشد بن محسن
بن سالمين المري مشاهدين الأعزاء في المركز الخامس. راشد بن محسن بن عبدان المري على المركز الخامس. بينما نعود إلى مقدمة الشوط، سيد الموقف وهو سيد الموقف في هذه اللحظات وسيد هذه الأسماء إلى هذه اللحظات إن واصل على هذا المنوال، صالح بن حنظل المري. بينما المركز الثاني، المركز الثاني ملفت ملفت يا ملفت الأنظار، ملفت الأنظار والجماهير ينتظرون ملفت وشعار ملفت محمد بن علي بن محمد الغفراني المري. المركز الثالث، هذا شعار الكنترول وشعار مزاحة وشعار الأسماء الكبيرة، وهذا الطاير أو مكلف لعلي بن مطر بن ضابط الدوسري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع اللي وصلنا في هذه اللحظات، الفارس جابر بن محمد بن جابر بن محمد على المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصلنا بالمركز الخامس، وصلنا بديع لمحمد بن فيصل بن جبل الرمزاني النعيمي. مرحبا بكل الشعارات القادمين لهذه المشاركة على أرضية ميدان الشحانية. الهدف الفوز، الهدف الناموس، الهدف كلمة يبحث عنها الكل، هي طبعا كلمة الناموس. الناموس في هذه الرياضة هو أغلى من كل شيء، هو الهدف، هو الشيء المأمول والمطلوب من كل المضمرين وكل المشاركين. يا سلام يا سلام يا سلام. أعود إلى سيد، سيد مشاهدين الأعزاء، مشاهدين سيد، متابعين سيد، على أرضية الحدث، على أرضية الميدان، صالح بن حنظل المري. من يتحمل مسؤولية كبيرة يقوم بهذه المسؤولية ويتحمل هذه المسؤولية هو سيد، لأنه بالفعل سيد القعدان، سيد الثنايا، سيد هذا هذه الشعارات في هذا المضمار. يا سلام، صالح بن حنظل المري المقلع المنطلق إلى خط النهاية في اللحظات الأخيرة في هذا الشوط الراكد. 6 كيلومترات، 6 كيلومترات يا هل القعدان، 6 كيلومترات يا من تبحث عن الفوز. وهذا سيد الموقف، صالح بن حمد بن حنظل المري، من ينطلق ويحافظ على هذا المستوى المأمول. 1200 نتمنى أن يواصل، نتمنى أن يبقى كما هو، نتمنى أن يبقى كما هو. ويبدو أن مشاركاته خفيفة في هذا الموسم، واضح عليه ما شاء الله. المركز الثاني اللي وصل على المركز الثاني اللي هو ملفت على المركز الثاني، اللي بيلفت الأنظار، اللي بيلفت الجماهير، اللي يتسلل ومثل ما قالوا رياضة يسمح بها التسلل من غير الرياضات. يا سلام، التسلل مسموح يا أخوان. يا سلام يا سلام، ينطلق ملفت بشعار السيد حمد بن علي بن محمد الغفراني المري مشاهدينا الأعزاء. الله، العصاقوس، هذا السبق المطلوب، هذا الناموس المطلوب، دائما العصاقوس، هذا هو الناموس المطلوب وهدف الجميع. يا سلام، ملفت 700 متر. الله، خذ لي لقطة ورا شوي، شوف القادم، شوفوا يا جماهير الأعزاء، الكل قادم في هذه اللحظات، الكل رافع راية التهديد، الكل الكادر يقولون كما يقولون نحن هاجمون، نحن منطلقون. ولكن ملفت هل يصمد؟ ملفت انطلق، ملفت فاز، ملفت انتصر، ملفت يلفت الأنظار. إذا لم يكن هناك رأي آخر لهذه الثنايا، لكن ملفت 400 متر هذه اللحظات اللي يقولون لك لحظة ما بعدها لحظة، لحظة ختامية، لحظة حبس الأنفاس. يا سلام، شوف المركز الثاني، وصل 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 حمد بن راشد محسن بن عبدان. يا سلام، وأيضا أسماء كبيرة، أسماء الله. يا سلام، تغيرت الأمور، بديع يبدع، وهذا اسم صعب علينا شوي، زروبة. يا سلام، حمد بن راشد بن محسن بن عبدان، ولكن بديع يا بديع، بديع وسلالة بديع وماركة بديع، أهل الإنتاج، بديع يفوز، بديع ينتصر، بديع ينوم اسمالك. محمد بن فيصل بن جابر بن جبر الرمزاني النعيمي في اللحظات الأخيرة، وفي لحظة تغيرت الخمسة مراكز في 100 متر الأخيرة. هذه رياضة الهجن، لا تأمن الفوز إلا بعد خط النهاية يا مشارك العزيز. هذه لحظات الفوز، تهانينا والناموس لكل من فاز ولكل من انتصر. المركز الثاني زروبة، على المركز الثاني لمحسن بن راشد
بن عبدال المركز الثالث، اللي وصل على المركز الثالث وفاز. المركز الثالث اللي وصل، وهذا الديب للسيد حمد بن سالم بن مسعود المري، المركز الرابع الطاير لجار الله بن محمد بن جار الله بن ذروة المري، المركز الخامس وصلنا سيد لصالح بن حنظل المري. تهانينا والناموس، ناخذ التوقيت الزمني لحظة الفوز ولحظة الناموس. تسع دقائق 45 ثانية، 82 جزمة ثانية، هو لحظة الفوز ولحظة المركز الأول وتوقيت المركز الأول. المركز الثاني وفاز الربع المركز الثاني لحمد بن محسن بن راشد بن عبدان، وكان توقيته الزمني 9 دقائق 46 ثانية، 24 جزمة ثانية، بينما المركز الثالث فاز في المركز الثالث الذيب للسيد حمد بن سالم بن مسعود المري، توقيته الزمني 9 دقائق 48 ثانية، 4 جامدة ثانية. تهانينا لكل الفائزين.